قال جوتريش إن التوصل إلى اتفاق هدنة من النتائج الهامة لهذه الجولة من محادثات السلام، مشيرا إلى أن الاتفاق سيحسن ظروف حياة ملايين من اليمنيين. وذكر جوتريش والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث إن الحكومة اليمنية والحوثيين وافقوا على سحب قواتهم من ميناء الحديدة ومدينة الحديدة. بالإضافة إلى ذلك سينسحب الحوثيون من ميناءين آخرين في اليمن، وستشكل الأمم المتحدة لجنة خاصة تشمل مسؤولين من الحكومة اليمنية والحوثيين لمراقبة حالة وقف إطلاق النار وسحب القوات. وذكرت رويترز أنه ستتم عملية سحب القوات من 3 موانئ ومدينة الحديدة في 21 يوما، وسيدخل مراقبون دوليون إلى هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك وافق جانب المحادثات على تشكيل لجنة مشتركة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة لتنسيق الأعمال حول فتح ممرات إنسانية في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن التي تعد ثالث أكبر المدن اليمنية، وتسيطر عليها الحكومة اليمنية ويحاصرها الحوثيون.